الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاحبه جميعا ومرحبا بكم هذه مناظره جرت بين طرف شيعي وطرف سني وعنوانها اثبات ولاده المهدي فلجا الطرف الشيعي الى اسماء غريبه وادعى انها لاهل السنه وأسماء أخرى هي فعلا لأهل السنة ولكنهم ينقلون ما ذكره الشيعة ليردون, ليردون عليهم فادعى الطرف الشيعي أنهم يثبتون ولادة المهدي نعرض بعض أقواله ونعلق عليه سريعا وسترون آية من الغباء والتدليس والإفلاس هرب من كتبه لأنه لا يملك دليلا صحيحا على ولادة المهدي وذهب لأسماء ادعى أنها لأهل السنة ليثبت أن أهل السنة يقولون بولادة المهدي حتى لا يخوض بما في كتبه ولادة المهدي عليه السلام محتجا بأنه إذا كان مولود كما ندعي كما ندعي في في يعني قبل ما يقارب 1190 سنه او اكثر بقليل او اقل بقليل م. فكيف يكون حي لحد الان ويريد ان نثبت له ان الامام المهدي قد ولد طبعا عندنا في هذه القضيه آه، وما دامت عندنا آه، هي المناظره حول هذا الموضوع فلا بد ان يكون الدليل آه دقيق جدا من كما سمعتم يا أحبة هو قال أن الموضوع يتطلب إعطاء أدلة دقيقة سنتفاجأ بهذه الأدلة الدقيقة التي سيقدمها إحنا طبعا عندنا كتب كثيرة من كتب جمهور السنة أهل السنة والجماعة لأننا في هذه القضية نوحد المقامات أي ما هو ثابت عند أهل السنة والجماعة وما هو ثابت عندنا في ولايه الامام المهدي وهذا لا يعني باننا عندما نحتج بروايات اهل السنه والجماعه لا نمتلك روايات لا وانما نريد ان نوحد المقامات حتى يكون الطرح دقيق وهناك كتب كثيره مثل كتاب الشيخ عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب سماه في اخبار صاحب الزمان هذا كتاب عنده هذا احد علماء الشافعيه علماء السنه والجماعه هو م. ابو عبد الله محمد ابن يوسف الكنجي الشافعي عنده كتاب كامل كتاب كامل مو روايه او قول كتاب كامل اسم الكتاب اخبار صاحب الزمان اخبار صاحب الزمان ومن ضمن ما قال يقول وروى ابن الخشاب في كتابه مواليد اهل البيت يرفعه بسنده الى علي بن موسى الرضا عليه السلام انه قال الخلف الصالح من ولد ابي محمد الحسن ابن علي وهو صاحب الزمان القائم المهدي سمعتم يا أحبة لآية الغباء المركب أنه سيذكر دليلا دقيقا على ولادة المهدي الموهوم من كتب أهل السنة فذهب يحتج بالكنج الشافعي وقال أنه من أهل السنة وهو يعلم أنه كاذب ويعلم أن المستمعين يعلمون أنه كاذب وأنه مدلس لكنه لا يستحي هذا الآية من الغباء يظن انه يستشهد بهذا الشخص الكنجي الشافعي فبما ان اسمه شافعي فهو خلاص من الشافعيه وهذه حيله كثيرا ما استعملها الرافضه يستغلون من اسمه شافعي او حنفي او مالكي فيقولون اسمع قال فلان الشافعي او فلان المالكي او فلان الحنفي ليدلسوا على عوامهم وعلى ابناء السنه فلا نعرف شافعيا يؤمن ب صاحب السرداب لكن الرافضة يستغلون لفظ الشافعي تلبيسا وخداعا لأبناء السنة وهذا ما لجأ له هذا المناظر المفلس فذهب للكنج الشافعي وأنا أسأله منذ متى كان أهل السنة يعتقدون ولادة المهدي الموهوب وأنه غائب منذ 1260 سنة متى كان أهل السنة يعتقدون بأن عليا إماما منصوصا عليه من الله ورسوله حتى تستشهد علينا بالكنج الشافعي الشيعي حتى النخاع وله كتابين يثبتان تشيعه وانت نطقت بها بملء فمك وله كتابين يثبتان تشيعه حتى النخاع وترفضه وهما كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب وكتاب البيان في أخبار صاحب الزمان هذا هو السني الذي عثر عليه هذا المناظر المهزلة ليستشهد به على ولادة مهديه الخرافة لقد ذكر المؤرخون أن الحافظ الكنجي قتل عام 658 في الجامع الأموي بدمشق على يد عوام الناس المتحاملين عليه من أهل الشام بسبب ميله إلى الشيعة وأنهم صفوه لمبرر آخر وهو خيانته وتعامله مع التاتار وقبوله بتنصيبهم له على أموال الغائبين من أهل بلاده وكتاباه الشهيران كفايه الطالب لمناقب علي بن ابي طالب والبيان في اخبار صحيف الزمان وثيقتان تاريخيتان يشهدان له على تشيعه بالشكل الرافضي <applause> ونحن نعلم خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ونعلم من أتى بالتتار لبلاد الإسلام لهدمها إنه الخائن الشيعي ابن العلقمي وزير الخليفة والخائن نصير الشرك الطوسي فقتلوا مليوني مسلم وقتلوا الخليفة والقضاة ورجال الدولة وألقوا بكتب أهل السنة في دجلة والفرات في أكبر مجزرة شهدها العالم كان وراءها الشيعة والكنج الشافعي كان يتعامل مع هؤلاء التتار فقتله العام العامة بالمسجد الأموي وسيتبين الأمر أكثر من خلال عرضنا لبعض هذه الوثائق نبدأ بكتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث عشر صفحة 256 يقول وقتلت العامة وسط الجامع شيخاً رافدياً شيخاً رافدياً إذا الكنجي الشافعي شيخ شيعي رافضي حتى النخاع وقتلت العامة وسط الجامع شيخاً رافدياً كان مصانعا للتاتار على اموال الناس اي كان خائنا يتعامل مع التتار كان مصانعا للتتار على اموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي كان خبيث الطويه مشرقيا ممالئا لهم على اموال المسلمين قبحه الله وقتلوا جماعه مثله من المنافقين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اذا هنا يثبت ان الكنج الشافعي كان شيعي رافضي وهذا اعلام الفقهاء والمحدثين ابو العباس سقي الدين احمد بن تيميه شيخ الاسلام يقول في الجزء الثاني عشر صفحة واحد وسبعين وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافديا كان مصانعا للتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا لهم على أموال المسلمين قبحه الله وقتلوا جماعة مثله من المنافقين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نفس الكلام السابق الان لاحظوا معي هذه الوثيقه وابن طاووس يؤكد ترفض هذا الكنج الشافعي حيث نقل لنا بعضا من تبويبات كتابه كفايه الطالب في مناقب علي بن ابي طالب مثل ان النبي سماه سيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين وان جبريل سماه امير المؤمنين بالله عليكم هل من يعتقد هذا المعتقد يكون سنيا ام شيعيا رافديا خبيثا على كل هذا كتاب اليقين السيد ابن طاووس الصفحه 115 يقول الثالث والستون بعد المئة فيما نذكره من الكتاب المسمى كفاية الطالب في مناقب علي بن ابي طالب تاليف محدث الشام صدر الحفاظ محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي من الباب السادس منه في تسمية رسول الله صلى الله عليه واله مولانا عليا عليه السلام امير المؤمنين وامام الغر المحجلين الباب الرابع والستون بعد المئة فيما نذكره من كفاية الطالب الذي قدمنا ذكره فيما ذكره في الباب الثاني والأربعين في تسمية مناد من بطنان العرش لمولانا علي عليه السلام أنه وصي رسول رب العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الباب الخامس والستون بعد المئة فيما نذكره من كتاب كفاية الطالب أيضا الذي أشرنا إليه فيما ذكره في الباب الر... الرابع والخمسين منه في تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله لمولانا علي عليه السلام أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين الباب السادس والستون بعد المئة فيما نذكره من كتاب كفاية الطالب الذي أشرنا إليه فيما ذكره في الباب التاسع والثمانين منه في تسمية جبرائيل عليه السلام لمولانا علي عليه السلام أمير المؤمنين فهذه ابواب من كتاب كفايه الطالب وهو كتاب لكنجي الشافعي وهذه بعض معتقداته اذا هو شيعي رافضي. هذا كتاب الصراط المستقيم لمستحق التقديم ليونس عامل النباطي البياضي. الجزء الثاني صفحه 219 يقول فقد ذكر الكنجي الشافعي في كتاب المناقب قاعده قريبه من اخره من اعقب من اولاد امير المؤمنين وذكر ان ان العسكري خلف ابنه وهو الامام المنتظر اذا الكنجي الشافعي يثبت ان للحسن العسكري ولد وهو الامام المنتظر فهو يؤمن بخرافه اسمها الامام المهدي فهل هذا شيعي؟ أم من أهل السنة فلكم الحكم هذا كتاب الوافي بالوفيات للصفدي الجزء الخامس صفحة 166 يقول الفخر الكنجي محمد بن يوسف بن محمد بن الفخر الكنجي نزيل دمشق عني بالحديث وسمع ورحل وحصل كان إماما محدثا لكنه لكنه كان يميل إلى الرفض لكنه كان يميل إلى الرفض جمع كتبا في التشيع وداخل التاتار فانتدب له من تأذى منه فبقر جنبه بالجامع في سنة ثمان وخمسين وستمائة ثم يذكر له أبيات شعرية يقول في آخرها فخص بها دون البرية كلها عليا وسماه الوصية المؤاخية أي علي وصي رسول الله فهل هناك سني يعتقد بأن علي وصي رسول الله وأن وصي... وأنه أنه منصوص عليه من الله ورسوله هذا كتاب ديل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان قطب الدين موسى بن محمد اليونيني البعلبكي يقول فثار العوام بدمشق وقتلوا الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي في جامع دمشق، وقتل بدمشق ايضا من اعوان التتار، اي انه كان ايضا من اعوان التتار، وقتل بدمشق ايضا من اعوان التتار الشمس ابن المال المكسيني وابن البغيل. وهذا كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي الجزء السابع صفحة 80 يقول ثم كتب الملك المدفر كتابا إلى أهل دمشق يخبرهم فيه بالفتح وكسر العدو المخدول ويعدهم بوصوله إليهم ونشر العدل فيهم فسر عوامج دمشق وأهلها بذلك سرورا زائدا وقتلوا فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد الكنجي في جامع دمشق وكان المذكور من أهل العلم لكنه كان فيه شر وكان رافضيا خبيثا وانضم على التاتار اذا كان رافديا خبيثا وكان يتعامل مع التتار اي انه كان خائنا للاسلام والمسلمين وقتلوا ايضا بدمشق من اعوان التتار ابن الماسكيني وابن النفيل وغيرهما اذا الكنجي الشافعي ليس شافعيا وانما هو شيعي رافضي وانما الشيعه يتاجرون باسمه ليدلسوا على قطعانهم انه من اهل السنه وكتب الرجل تثبت انه رافضي خبيث وكان من الخونه الرافضه المتامرين على الامه الاسلاميه فاخذ جزاءه وتم قتله بالجامع الاموي بدليل اعتراف الرافضي محمد بن احمد القمي بانه وجد مقتولا مبقورا بطنه بسبب بسبب ميله الى مذهب التشيع هذا كتاب منق... مئة منقبة محمد بن أحمد القمي صفحة 8 يقول حافظ الشهيد أبو عبيد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي المقتول المبقور بطنه بعد صلاة الصبح في جامع دمشق سنة 658 هجرية بسبب ميله إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام في كتابه كفاية الطالب إذا الرجل شيعي رافدي لا مرية فيه وأيضا يقول العلامة ابن حجر الهيثمي وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه الصواعق المحرقة صفحة 124 قال ولم يخ يخلف من هو الإمام من هو صراحة ولم يخلف الإمام العسكري غير ولده أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاه ابيه خمس سنين لكن لكن اتاه الله فيها الحكمه ويسمى القائم المنتظر قيل لانه ستر 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 بالمدينه وغاب ولم يعرف اين ذهب وانا اقول لك يا رافدي اذا لم تستحي على وجهك فقل ما شئت ألم تعلم يا مفلس أن ابن حجر الهيثمي ألف كتابه الصواعق المحرقة ليحرق به أمثالك من الرافدة ورد فيه على ترهاتكم فأنت تدعي بأن ابن حجر الهيثمي يثبت ولادة مهديك خسر مجوس ككم الموهوم وسأجعل ابن حجر الهيتم يضحك عليك ويسخر منك ومن الرافدة أمثالك وستراه وستراه يستهزئ بمهديك وانه خرافه لا يصدقها الا من داب عقله وصدق هواه فالكلام الذي قراته بترته لانك تقرا من المواقع الرافديه وهذا كلامه الكامل من دون بطر حيث يقول: إلى أن مات بسر من رأى ودفن عند أبيه وعمه وعمره 28 سنة ويقال إنه سُمَّ أيضاً ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاته عند وفاة أبيه خمس سنين لكن أتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر قيل إذًا هو ينقل ولا ي... ولا يثبت شيء قيل لأنه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب، ومر في الآية الثانية عشر قول الرافضة فيه أنه المهدي، وروي ذلك مبسوطا فراجعه فإنه مهم. إذا ابن حجر الهيثمي لا يقر بولادة مهدي الإثنا عشرية، بل ينقل أقوال فقط لا غير. ثانيا لا, لا يسلم للشيعة أنه هو المهدي، بل يقول أنه قول الرافضة. وثالثا انه طلب من كل من يريد التوسع ان يرجع للايه الثاني عشر فانه مهم. وسنعرض بعض الوثائق ويتبين الامر اكثر ان شاء الله. هذا كتاب الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه. فهل سمعت يا رافدي الكتاب اسمه الصواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه. وهم أنتم يا شيعة في صفحة أربعمائة ورواية كونه من ولد الحسين واهية جدا ومع ذلك لا حجة فيه لما زعمته الرافضة لا حجة فيه لما زعمته الرافضة أن المهدي هو الإمام أبو القاسم محمد الحج بن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الآتين في الفصل الآتي على اعتقاد الإمامية فبالله عليك فهل بعد هذا تقول ان ابن حجر الهيثمي يثبت ولادة المهدي ها هو ينكره ويقول ومما يرد عليهم أي على الشيعة ومما يرد عليهم ما صح أن اسم أبي المهدي يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبي محمد الحجة لا يوافق ذلك ويرده أيضا قول علي مولد المهدي بالمدينة ومحمد الحجة هذا إنما ولد بسر من رأى سنة خمس وخمسين ومائة إذن ابن حجر الهيثمي يرد فريه هذا الشيعي الكذاب يقول في صفحة صفحة 469 والقائلون من الرافضة بأن الحجة هذا هو المهدي يقولون لم يخلف أبوه غيره ومات وعمره خمس سنين أتاه الله فيها الحكمة كما أتاها يحيى عليه الصلاة والسلام صبيا وجعله إماما في حال الطفولية كما جعل عيسى عليه السلام كذلك. توفي أبوه بسر من رأى وتستر هو بالمدينة وله غيبتان صغرى من منذ ولادته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وكبرى وفي آخرها يقوم وكان فقده يوم الجمعة سنة ست وتسعين ومائتين فلم يدر أين ذهب خاف على نفسه فغاب وقال ابن خلقان والشيعه ترى فيه انه المنتظر والقائم المهدي وهو صاحب السرداب عندهم واقاويلهم فيه كثيره وهم ينتظرون خروجه اخر الزمان، اذا هم ينقلون اقوال الرافضه ولا يثبتون لهم شيئا. الان ناتي لقوله الفصل في المساله. يقول في صفحة 470 ثم المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايته فكيف ساغ لهؤلاء الحمقى المغفلين فكيف صاغ لهؤلاء الحمقى المغفلين اي الرافضه ان يزعموا امامه من عمره خمس سنين وانه اوتي الحكم صبيا مع انه صلى الله عليه وسلم لم يخبر به ما ذلك الا مجازفه وجراءه على الشريعه الغراء قال بعض اهل البيت: وليت شعري من من المخبر لهم بهذا وما طريقه؟ ولقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالخيل على ذلك السرداب وصياحهم بان يخرج اليهم ضحكة لاولي الالباب. ضحكة لاولي الالباب ولقد احسن القائل ما ان للسرداب ان يلد الذي كلمتموه بجهلكم. ما اتى فعلى عقولكم العفاء فانكم تلتتم العنقاء والغيلان. اذا هل بعد هذا ياتي رافضي احمق ويقول ان ابن حجر الهيثم يثبت ولاده المهدي؟ ولا باس بما انك اتيت بابن حجر الهيثم لتثبت به فريتك. ساقول لك ما قاله فيكم واما الرافضه والشيعه ونحوهما اخوان الشياطين وأعداء الدين وسفهاء العقول ومخالف الفروع والأصول ومنتحل الضلال ومستحق عظيم العقاب والنكال فهم ليسوا بشيعة لأهل البيت المبرئين من الرز المطهرين من شوائب النقص والدنس لأنهم أفرطوا وفرطوا في جنب الله فاستحقوا منه أن يبقيهم متحيرين في مهالك الضلال والاشتباه وإنما هم شيعة إبليس اللعين وحلفاءه أبنائه المتمردين فعليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين وكيف يزعم محبة قوم من لم يتخلق قط بخلق من أخلاقهم ولا عمل في عمره بقول من أقوالهم ولا تأسى في ظهره بفعل من أفعالهم ولا تأهل لفهم شيء من أحوالهم ليست هذه محبة في الحقيقة بل بغضة عند ائمه الشريعه والطريقه اذ حقيقه المحبه طاعه المحبوب وايثار محابه ومرضاته على محاب النفس ومرضاتها والتادب بادابه واخلاقه ومن ومن ثم قال علي كرم الله وجهه لا يجتمع حبي وبغض ابي بكر وعمر لانهما ضداني وهما لا يجتمعان. أظن الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق ومنهم أيضا العلامة الشيخ عثمان العثماني في تاريخ الإسلام والرجال صفحة 370 قال الثاني عشر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضي يكنى أب أبا القاسم وتلقبه الإمامية بالحجة والقائم والمنتظر وصاحب الزمان إلى أن قال ولد في سر من رأى في الثالث والعشرين من رمضان سنة ثمان وخمسين وما وفي جامع الأصول في أشراط الساعة وعلاماتها ومنهم ايضا العلامه الحمزاوي في مشارق الانوار صفحه 153 قال قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في اليو في اليواقيت والجواهر المهدي من ولدي المهدي من ولد الامام الحسن العسكري ومولده ليله النصف بن شعبان سنه وخمسين ومائتين وهو باق وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل بركة الرطل بمصر المحروسة ووافقه على ذلك سيدي علي الخواص ومنهم أيضا العلامة السالك عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي مفتي الديار الحضرمية في كتابه بغيه المسترشدين قال نقل السيوطي عن شيخه العراقي ان المهدي ان المهدي ان المهدي ولد سنه وخمسين هجريه قال ووافقه قال ايضا ووافقه الشيخ عن الخواص فيكون عمره في وقتنا في وقتنا سنه 958 آه 958 703 وذكر احمد الره... الرهلي ان الهدي ان المهدي العفو موجود وكذلك الشعراني اذا هذه روايات تثبت بانه الامام المهدي عليه السلام مولود كما ترون يا احبه هو سرد كلاما طويلا فهو يوهم ان انه يناظر وانه ياتي بادله وهو في الحقيقه يقرا من كتاب بالحرف هذا كتاب تنزيه الشيعة الاثنى عشر عن الشبهات وهي ابو طالب تشليل التبريزي الجزء الثاني صفحه 549 وقال الشيخ عثمان العثماني في تاريخ الاسلام ورجوه ونفس الكلام الذي قراه وسرد كلامه الى ان يقول وقال العلامه الحمداوي في مشارق الانوار قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر إلى آخره قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر المهدي من ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وهو باقي إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام إلى أن يقول يعني ان يقول في صفحه 550 هكذا اخبره الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركه الرطب بمصر المحروسه وهو نفس الكلام الذي كان يقرأه ووافق على ذلك سيدي علي الخواص وقال السالك عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر بالاوي مفتي الديار الحضراميه في كتابه بغيه المسترشدين نقل السيوطي عن شيخه العراقي الى اخر الكلام وهو نقله بالحرف من هذا الكتاب وهو لا يستحق الرد لانهم ربما اوردوه اوردوا كلام الرافضه ليردون عليه الى اخره. من الدقيقتين اقرا هذا اقرا هذا هذا الحوار الذي نقله جمهور من علماء السنه قال القندوزي وهو من كبار علماء اهل السنه الحنفي بسنده في ينابيع الموده الجزء الثالث صفحه 181 عن كتاب فرائد السلطين للحموي. فكما سمعتم يا إخوان عاد هذا المدلس للهديان ويقول أن القندوز الحنفي هو من كبار علماء آل السنة وهذا لا يقول به إلا من اختل عقله سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي لا هو حنفي ولا هو شيء هو شيعي رافضي وكتابه ينابع المودة يطبعه الشيعة ولا علاقة لأهل السنة به ومن يتامل كتابه يعلم ان مؤلفه شيعي اثنا عشري وان لم يصرح علماء الشيعه بذلك لكن اغا زرك الطهراني عد كتابه هذا من مصنفات الشيعه في كتابه الذريعه الى تصانيف الشيعه ولعل من مظاهر كونه من الشيعه الاثنا عشريه ما ذكره في كتابه ينابيع الموده الجزء الأول صفحة (239) عن جعفر الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت وقال له لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكا في النبوة فإن لم تكن نبيا فإنك وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء وروى عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين وإن أوصياء بعدي اثنا عشر أولهم علي وآخرهم القائم المهدي وهذا في كتابه ينابع المودة الجزء الصفحة أربعة 14 إلى آخر من روايات فبالله عليكم هل هذا سني من كبار علماء أهل السنة هذا رافضي حتى العظم فأنا لم أرى مناظر شيعي أفلس من هذا المناظر ثم ذهب إلى الحمويني أو الجويني وكتابه فرائض السبطين إلى آخره وهو شيعي وكتابه شيعي ولا يستحق الرد الائمه والائمه وتقول هذا الكلام مين وجيبوا لنا هذا الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ايضا راح يقول الحاكم الحسكاني من الشيعة قول اريد يقول من الشيعة هذا الحاكم الحسكاني يقول حدثنا الحسين بن ادريس الجريري قال حدثنا ابو عثمان الجحدري عن فضال ابن جبير عن ابي إمام الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله إن الله خلق الأنبياء من شجر شتى وخلقني وعليا من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاق ومن زاغ هوى ولو أن عابدا عبد الله ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثم لم يدرك محبتنا أهل البيت عليهم السلام أكبه الله على من خريه في النار ثم تلا قوله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ايضا هذا شاف قول عليه لانه قاعد يذكر مناقب علي بن ابي طالب واهل البيت قولوا عليه انه شيعي المنقول عن شواهد التنزيل ومجمع البيان هسه التفتولي هي بعد اعزائي التفتولي هي بعد مولانا لا تروحون وقد قال الحاكم الحسكاني وقد قال الحاكم الحسكاني والحاكم الحسكاني ناقل منين مولانا خذ من العياش يقول هذا مصادر السنه مولانا <applause> سنتو انا بودي تراجعون عشرات المصادر المهمه انه واحده من اهم ال... أدل أن هذه الآية واردة في أهل البيت من مصادر السنة يستندون إلى من أعزائي إلى شواهد التنزيل للحسكان وشواهد التنزيل للحسكان منين ما خذ المولانا وفزر الماء بعد الماء بالجهد بالماء مولانا وشنو فائدته بيودي هاليوم كل ال... واقعا ما اريد اذكر الاسماء اليوم راجعوا شوفوا اي ايه من الايات التي ذكر انها وارده في اهل البيت او في علي واهل البيت عرفت شلون؟ ويذكرون المصدر واحد من المصادر من؟ شواهد التنزيل للحسك مع انه عموم رواياتها من ناقلها الحسكاني مولانا؟ ها؟ من العياشي مول. على اي الاحوال